السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلابي الأبطال الشطار، حياكم الله بدرس جديد. واليوم إن شاء الله راح نكمل حروف ثلاثة جدد، وأنتم شطار وأبطال، وأريد كلكم، أريد اليوم بصوت أعلى، أريد بصوت أعلى. شقدش أنتم تقرون بصوت عالي قبل، هسه أريد أعلى يا أبطال. شريد هسه بصوت عالي. يلا هسه خلينا بالبداية ناخذ الحرف. هذا الحرف شنو؟ حرف الأم. يلا كلكم شنو هذا الحرف؟ أم. أم أبطال، شو اسم هذا الحرف؟ أم. أم أم. أحسنتم أحسنتم يا أبطال، حرف الأم. أحسنتم يا أبطال، أم أم. أحسنتم. طيب خلينا نشوف هذا الحرف شلون ينكتب. يلا بصوت عالي، ما اسمعكم انا. يلا بصوت عالي، ام ام. شوفوا شلون ينكتب. عافية بالابطال، عافية بالابطال. يلا هسه انتبه علي، هسه انتبهوا علي وخلينا نشوف شلون ينكتب. يلا شوف بالبداية، بدأ من فوق، صعد لي فوق، نزل. شنو هذا الحرف؟ حرف الأم أبطال. شوف هذا الكابيتال، هذا السمول مالته، عافية هيج. شوفوا شلون عافية بالأبطال. هذا هو حرف الأم، هذا هو حرف الأم. يلا كتبوا لي، يلا اكتبوا كرر أم. يلا اكتب، يلا دفترك وقلمك واكتب. يلا يا أبطال، يلا يا أبطال. أم. أحسنتم أبطال. يلا كتبوا لي، ها كتبتوا؟ يلا جاوبوني بصوت عالي، ها كتبتوا لو لا؟ عافية بالأبطال. يلا عافية، عافية بالأبطال. يلا يلا خلينا نشوفها مرة أخيرة شلون ينكتب هذا حرف الأم. يلا شوفوا شلون ينكتب حرف الأم، عافية. هذا هو كابيتال، خلينا نشوف السمول شلون ينكتب مال الأم مرة أخيرة. انتبهوا علي زين، يلا يا أبطال انتبهوا علي زين، عوف الكتابة وعوف كل شيء، تبعوا في التعليقات، أكو طلاب دا يعلقون، عوف التعليقات بابا، عوف هنا سموك التعليقات. أم. عافية بالأبطال. هسا خل نجي على حرف الأن، أولا نقرأ، أولا نقرأ قبل لا نكتبه. شو اسمه هذا هو؟ حرف الأن. أن أن. كلكم وياي شو اسمه هذا الحرف؟ حرف الأن. أن. بصوت عالي، يلا بصوت عالي بعد، بصوت عالي. عافية، عافية بالأبطال، عافية بالأبطال. يلا هسا انتبهوا علي زين، انتبهوا علي، عرفنا حرف الأن، خلينا نشوف شلون ينكتب. نبدأ بيه من جوا، نصعد لي فوق، بعدين ننزل لي جوا، هيك، بعدين نرفع لي فوق. هذا حرف الأن، شوف هذا هو حرف الأن. أحسنتم يا أبطال، حرف الأن هذا هو الكابيتال. نجي على السمول مالته، شوفوا شلون ينكتب، صغير، يصير أصغر من عنده، وتبدي بيه من فوق مو من جوا، تبدي بيه من فوق مو من جوا. يلا اكتبوا لي مثل ما مكتوب بالفيديو، يلا يا أبطال مثل ما مكتوب بالفيديو. يلا يا أبطال يا شطار، يلا عافية بالبطل، عافية بالشاطر. يلا عافية، عافية بالأبطال. يلا يلا كافي كافي كافي، راح أصير هوسة. يلا يا أبطال أحسنتم، هذا هو حرف الأن، هذا هو حرف الأن، عرفنا شلونك. خلينا نراجع مرة أخرى، خلينا نشوف شلون ينكتب. يلا شوف، خلينا نشوف شلون ينكتب. انتبهوا علي زين، انتبهوا علي زين. شوف بالضبط، احسنت يا بطل، هذا هو حرف الان. زين طيب، هذا هو حرف الان. يلا
خلينا نتحضر وناخذ حرف الاو. يلا الكل وياي، شنو هذا الحرف؟ حرف الاو. يلا الكل بصوت عالي، او او او. عافيه عافيه بالابطال. يلا شوفوا شلون ينكتب. عافيه بالابطال. يلا شوفوا شلون ينكتب. انتبه على الكتابه. يلا كافي، انتبه على الكتابه. يلا يا ابطال، شوف دويره صغيرونه، والكابيتال شوف شلون الكابيتال يصير كبير والسمول يصير صغير. السمول يصير صغير، هذا هو حرف الاو. احسنتم يا ابطال، احسنتم يا ابطال. شوف هذا بالكراسه يمك حرف الام، حرف الام، هذا هو حرف الان، حرف الان، وهذا هو حرف الاو، هذا هو حرف الاو. يلا طلاب اريد بصوت عالي يا ابطال. ام ان او، ام ان او. هسه خلينا اسالكم، كم مره نكتب هذا الحرف؟ 20. عافيه بالابطال. بالانجليزي او بالعربي؟ بالانجليزي او بالعربي؟ بالانجليزي وبالعربي. يلا الكل وياي، ما اريد طالب مو وياي، الكل وياي. انا اسمعكم، مرات اسد المايك افتح المايك بس انا قاعد اسمعكم ترى، يعني اللي قاعد يقرا اسمع، اللي ما يقرا اسمع، اشوفه ما قاعد يقرا، يطلع يمي اشاره. يلا يا ابطال هذن الحروف. يلا اسالك، اسالك وجاوبني بالتعليقات، كم مره تكتب، كم مره تقراهن ذني، كم مره تلفظهن؟ 20 مره تقرا وتكتب، تقرا وتكتب. ام ان او. عافيه بالابطال، عافيه بالابطال، عافيه بالابطال. يلا هسه هدى حيدر. يلا هدى حيدر كريم، يلا يا هدى اقري. يلا اقريهن. يلا رقية عمر. يلا رقية. عافية بالشاطرة. يلا عافية بالشاطرة. يلا زهراء رسول. يلا زهراء أقريهم. عافية بالشاطرة. حتى إذا أنا عبرت أسماءكم وما خليتك تقرأ، بالأخير راح أقول منو ما قرأ والكل راح يقرأ. يلا يا أبطال.